السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على تقنية اسمها كنترول نت، والتقنية دي قوية جدا. ده هي موجودة على موقع اسمه جيت هاب، وبرضه هاجينج فيس، ودي مواقع اوبن سورس ومواقع بتخليك تعمل مشاريع مفتوحة المصدر. وزي ما انت شايف اكتف، في ناس كتيرة جدا شغالة بيها بالالافات. دي بتضاف على الستيبل ديفيجن. الستيبل ديفيجن دي التقنية اللي من خلالها الناس قدرت تحول البرومت او التكست لصور. فالكنترول نت بتخلينا نقدر ان احنا نتحكم بشكل اكتر، بيعمل زي شبكه في قلب الصوره، بحيث يبقى سهل جدا ان احنا نعدل فيها، او سهل ان احنا نعمل صور تانية. طيب انا مثلا دلوقتي هبدا اديله تكست معين، انا عايز حاجه معينه، خليها تشوف الصوره مثال عمل. قلت له مثلا بيرد، فبدا يحدد الحدود بتاعه البيرد بالكنترول نت. وبعد كده بعد ما حولها بيبدا بقى ايه، يديك صور كتيره جدا من خلال الحاجات الاساسيه اللي اتحددت في الكنترول نت. زي هنا برضو هو مجرد بسأل ان عايز كلب معين، فبدأ ان هو كيوت دوج، فبدأ ان هو يحدد الخطوط الاساسية، وبعد كده بدأ يكون كل الصور دي من خلال الصورة الرئيسية. وده ال LSD برضو من ضمن الستيبل ديفيجن. هو قال له مثلا عايز اعمل بيت مثلا هاوس او هوم، فبدأ يحدد الخطوط الرئيسية اللي ممكن تكون موجودة وبدأ يغير. حتى لو انت رفعت له صورة لمكان، هو بيبدا يحدد فين الحوايط، فين الابواب، فين الشبابيك. الحاجات دي مش تتعدل، لان انا المفروض انتريو ديزاين ومبنى قائم. اللي تعدل بقيه الحاجات يبدا يحدد الحاجات الثانيه ويعمل عليها تحديد، ويبدا ان هو يغيرها، يحط كرسي، يشيل الكراسي ويحط كراسي ثانيه، وهكذا. هي دي الحاجات اللي هي في الخلفيه اللي احنا ما بنحسش بيها، لكن هي بتتم. بيلدينج بيبدا يحدد خطوط المباني، وبعد كده بيبدا بقى ان هو يغير شكل التحت. قلنا له مثلا عايزين هنا شخص اولد مان، رجل عجوز مرسوم بالايد وبالاويل، فبدا يرسم لنا بشكل دوت. روبوت بيبدا يحدد الخطوط الرئيسيه، وبعد كده يبدا يطلع لنا الصور. سلحفه بدا يرسم الشكل دوت. لذلك في بعض المواقع كانت فيها ان انت تشخبط، تعمل شخبطه، هو يحول لك الشخبطه دي من خلال الكنترول نت اللي صور بالحلاوه دي. ده بالون، وبعد كده كلب في غرفة، فهو بيرسم الكلب، بيدي كلب قيمة أعلى من الغرفة، يعني بيركز إن في زوم على الكلب، وبعد كده يبدأ إن هو يكون الغرفة الخلفية. دي الشنطة اهيت، بدأ يعمل الشنطة، الحدود الرئيسية للشنطة شكلها، وبعد كده بقى بيبدأ يديها الألوان. الشيف في المطبخ الكيتشن، فبيبدا ان هو يحدد شكل الراجل. هو حتى لما بياخد صوره، لو انت اديت صوره، بيبدا ياخد الصوره دي ويبدا يحدد فين الايد، فين كذا، فين كذا. وليك ان انت تحدد تغيرها، يعني ممكن الايد دي تنزلها تحت تكبرها فوق. فهو كده عارف الشيف واقف ازاي، انا واقفه ليه، وغير، جاب لك ممكن واحد مره مصري، واحد صيني، واحد امريكي، واحد تركي، وهكذا. لكن واخد نفس الحركه تقريبا، ومرة ماسك سكينة، مرة ماسك سلطة، وهكذا. خد الصورة دي، بس قالوا لا، ده احنا عايزينها للراجل في الفضاء. فخد نفس الحركة ونفس الايد، وبدأ يعملها بأشكال مختلفة زي ما تشايف. دي برضو بدأ يرسم بيت، فبدأ يدي لون معين للأرض الخضرة مثلا أخضر، السماء أزرق، وبعد كده بدأ ان هو يحولها لصور طبيعية بالشكل ده. ده مثلا ده له صورة عبيطة خالص، بسيطة خالص، وبدأ يقول له ايه، اعملها لي بقى كأنها حرب النجوم ديت. اللعبة ظريفة اهي. فتقريبا كل البرامج بتاعت الصور، او 90%، دي احصائية انا شفتها في احدى الحاجات، بدأ يشوف كمية صور الربا المنتجة بالذكاء الاصطناعي، ايه اهم المواقع اللي انتجتها. لقى ان 90% من المواقع دي معتمدة على الستيبل ديفيجن ومعتمد على الكنترول نت. هنا بدا يحط بقى ايه، ان انا هعتمد على الصوره الاصليه اكتر، ولا اعتمد على التكست اكتر، و السيت بتاعها قد ايه، وهكذا. يبقى في خصائص اكتر بحيث ان انت تطلع الصوره اللي انت عايزها.
ده مثلا التويتر، دي مثلا صورة معينة، وبدأ من خلال كنترول نت ان هو يبدأ ان هو يعدل فيها، بدأ صور تانية تطلع. خلينا نشوفه. دي مثلا صورة من ثواني اهيت، حد اداله صورة كأن هو رسم بالإيد كده شكل حد بيضرب حد كنفوه كده، فبدأ من خلال الكنترول نت والستيبل ديفيجن ينتج لك صور بالشكل دوت. دي صورة كاوبوي بدأ ان هو يرسم له حاجة كده شكلها اي كلام، ده بدأ يرسم مثلا او يديله صورة وهو يفهم من الصورة دي الوقف عاملة ازاي، ويبدأ يطلع له صور بالشكل دوت. برضه نفس الفكرة هنا، ممكن في أفلام مثلا تديله أي فيديو وهو يبدأ يعمل لك القصة دي. يعني مش لازم تلبسه لا، انت صور عادي وبعد كده اقول له بقى حولها لنا لفضاء. بياخدوا بقى كل الحركات دي ويبدأوا ان هم يعملوا بيها الافلام. هو رسم كده وبدأ يعملها له بالشكل ده. ممكن تديله فكرة الاطباق ويحولها هو لسيدني بالشكل ده. صورة الكلب وبدأ ان هو يفهم الخطوط الرئيسية ويبدأ ان هو من خلالها يكون صورة تانية. تبدأ تكتب أي حرف على الجليد زي ما أنت عايز. الصورة بيبدأ إن هو يفهم الخطوط الرئيسية، وبعد كده ممكن يعمل لك نفس الحركة ونفس كل حاجة في الفضاء وهكذا. دي مثلا هي صورة حقيقية وبدأ إن هو يديها أشكال معينة. كل ده بالستيبل ديفيجن والكنترول نت. ده هنا بيشرح لك بقى الفكرة في إن أنت تكست معين موجود مع صورة مع فيديو يبدأ إن هو يتحكم فيها، وتبدأ إن أنت تقول له لأ طب معلش التزم بالكلام أكتر، طب التزم بالصورة أكتر، طب إديله مؤثر معين وهكذا. أي الصورة البسيطة دي طلع منها صور كتيرة بالشكل دوت. مجرد إن أنت بتكتب له تكست معين هو يبدأ يفهم الخطوط الرئيسية ويبدأ يكون لك صور. الجميل ان انت ممكن تنزل دي وتبدأ تعملها على الموقع بتاعك يعني بفهم بسيط للبرمجة، تبدأ ان انت تفعلها على الموقع بتاعك وتشتغل بيها عادي. دي صورة قطة اهي بدأ يدخلها، كل ده في الخلفية لما بتكتب له اي تكست بيروح يطلع لك الصورة دي.